هسه راح نحكي على موضوع مهم اللي هو احنا شلون نحسب تأثير. اكو عدة تغيرات، عدة تأثيرات ممكن تصير تأثر على الجي اف ار، تأثر على الرينال بلازما فلو، فشلون اقدر احسبها، شلون اقدر اقيسها. اوكي، هاي عبارة عن شنو دائما تسأل يسألك انه يجيب لك مثلا صار عندي كذا، مثلا اعطيت نستيرودال انتي انفلاماتوري دراجز، ويقول لك انه تتوقع يجيب لك مثلا تيبل اوكي الجي اف ار رينال بلازما فلو فلتريشن فاكشن، فبالتالي انت مجرد تجي ويعطيك خيارات زايد زايد مثلا زايد وهيجي، يعني حسب مثل حسب يعطيك هيك يعني تيبلز ويدور من عندك انت تختار الاختيار. اوكي، طيب انت شو راح تختاره؟ ببساطه انت مجرد راح تفهم الكونسبتس راح مباشره راح تجي تجاوب. اول شيء ببساطه اذا سؤال عندي ماده معينه راح تزيد الجي اف ار وما تتاثر على الرينال بلازما فلو الفلتريشن فاكشن راح يزيد لو يقل بهالحاله، اعطيت ماده زيدت الجي اف ار وما اثرت على الرينال بلازما فلو بالضبط، هو عباره عن قسم الفلتريشن فاكشن عباره عن جي اف ار على الرينال بلازما فلو فبالتالي راح يزيد. طيب افترض انه اي لا نطيت ماده قللت لي الرينال بلازما فلو وما اثرت على الجي اف ار، هنا ايش راح يصير؟ الفلتريشن فاكشن ايش راح يصير؟ بالضبط اجين انا ببساطه انا عندي فلتريشن فاكشن عباره عن جي اف ار ديفايدد باي رينال بلازما فلو، نطيت ماده قللت الجي اف ار بالمقابل بدا بقى نفسه سوري قللت الرينال بلازما فلو وبقى نفسه الجي اف ار، فبالتالي من اقل دائما المقام اوكي راح يزيد النتيجه صح لو لا؟ فبالتالي افترض حتى تكون اوضح مثلا جي اف ار هنا مثلا كان عندي 100 ورينال بلازما فلو مثلا افترض كان عندي 50، نطيت ماده بقى هذا 100 بالمقابل هذا صار 25 هنا راح يزيد 4 يصير اوكي، هاي كمقارنه. فبالتالي انت من هذا الشيء انت دائما بالامتحان انت عندك يمك صبورة تقدر تكتب عليها وتنمسح وواضحة والأقلام حلوة كتابتها، فبالتالي بالامتحان عادي حتى لو أبسط شيء اكتب ولا تستعجل أوكي، عندك تايم براحتك تجاوب وتحل وتختار أوكي. فبالتالي دائما من تشوف السؤال اكتب المعادلة قدامك، filtration fraction عبارة عن GFR divided by renal plasma flow، وتشوف شنو التغيير اللي يصير واحسب على أساسه تمام أوكي. طبعا احنا هسه حتى تكون واضحة انا راح هذا عندي الافرنس وعندي هنا الجلوموريولاي هذه وهذا الافرنس، وعندي حول هاي الجلوموريولاي عندي هنا الباومن ووراها تكمل عندي التيوبيول لحد ما نوصل لليورتر صح لو لا؟ مو صحيح قلنا من قلنا التيوبيول عن طريق البروكسيمال اللوب ديستال عباره عن كونفوليوتد وبعدين الكولكتنج داكت الديستال كونفوليوتد كولكتنج داكت والكولكتنج داكت عرفنا بعدين راح تكمل عن طريق الماينر كاليسز ونوصل الميجر كاليسز ثم الرينال بلفس وبعدها اخيرا ننتهي باليوريتر صح لو لا؟ فاحنا نريد نركز احنا هسه خلينا نحكي اكثر شيء اعتبر كل هذه تجاوزناها ووصلنا لحد اليوريتر تمام؟ اوكي اسالكم سؤال او قبل ما اسالكم انا خليني اشرح لكم اياها ببساطه. افترض هسه انتم شلون اسالكم عشان اوضح لكم البنات هسه يمكن يعرفون اكثر يفهمون اكثر من الولد هذا الموضوع لان هم اكثر من عندنا يعرفون هذا الشيء. انتم مثلا بدك تغسلون مواعين مثلا اوكي، فبالتالي فاتحين المي وانتم مثلا هذه المكان مال التصريف اجيتوا سادي بماعون عندكم ماعون وضاغط على الماده وسادي، سؤال اللي جزء اللي راح يبقى بالنص يزيد لو يقل؟ بالضبط يزيد، عاشت ايدكم. هذا الفكره هسه خلوها ببالكم حتى نرجع عليها بعدين، خلوها ببالكم. خلينا ناخذ قاعده الرينال حتى نفضها بسرعه قبل ما نحكي عن جي اف ار، احكي لكم عن الرينال بلازما فلو التغييرات اللي يصير بيهن. الرينال بلازما فلو خلوها ببالكم any dilatation راح تزيد الرينال بلازما فلو، سواء قال لك انا عندي dilatation بالافرنت ارتريول او عندي dilatation بالافرنت ارتريول any dilatation راح يزيد الرينال بلازما فلو. فبالتالي اذا اجيت وقلت لك
أنا انطيت البيشنت بروستاغلاندين أغونست، وهذا كان directed against renal blood vessels. أتوقع بهالحالة إيش راح يسوي لي، إيش راح يصير بالرينال بلازما فلو؟ عندنا دراج بروستاغلاندين أغونست، فأقول لك إنه إحنا سوينا تجربة، اخترعنا بروستاغلاندين يشتغل just على renal blood vessels. بالضبط هو يشتغل mainly على الأفرنت أرتريول، فبالتالي راح يسوي لي dilatation بالأفرنت أرتريول، فبالتالي زيد لي الرينال بلازما فلو. فبالتالي بهالحالة الأولى إذا عندي أي dilatation سواء كان بالأفرنت أو الأفرنت راح يزيد الرينال بلازما فلو. بالمقابل any constriction سواء كان بالأفرنت أو بالإفرنت راح يقلل الرينال بلازما فلو. dilatation يزيد، constriction يقلل. يعني مثلا جيت وقلت لك انطيت البيشنت نونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، تتوقع شنو اخبار رينال بلازما فلو بهالحاله؟ بالضبط معناها راح هو يشتغل اجينست بروستاغلاندين، يعني راح يكون عندي البروستاغلاندين، بالتالي راح يصير عندي كونستريكشن بالافرنت ارتريول، بالتالي راح يقل رينال بلازما فلو. طيب انطيت البيشنت اي سي اي انهبيترز كابتوبرال لسينبرال انالبرال راميبرال ايا كان نوعا، ايش راح يصير عندي بالرينال بلاد فلو رجزي؟ بالضبط انا عندي معناها راح اقلل الانجيوتنسين 2 اللي كان مسؤول عن الكونستريكشن اوف افرنت ارتريول، معناها اذا اسوي دايتيشن بالافرنت ارتريول معناها راح رينال بلازما فلو راح يزيد. اذا احنا مبدئيا متفقين على هذا المنطق انه عندي من احكي اي تاثير دائما طبعا باستثناء الديهايدريشن اللي راح ارجع له بموضوع ثاني، الديهايدريشن لان بي كومبنسيتر ميكانيزم يختلف، بس بصوره عامه اي كيس يقول لي فكره معينه اذا ما اشوف اكو دايليتيشن او كونستريكشن بالارتريولز ما اقول رينال بلاد فلو، اكتبها اكتبها انه خلاص ما تاثرت وها هي اوكي. فبالتالي اني دايليتيشن الرينال بلاد فازلز سواء كان افرنت او افرنت معناها الرينال بلازما فلو راح يزيد، اني كونستريكشن سواء بالافرنت او افرنت معناها الرينال بلازما فلو راح يقل. طبعا تريدون نشرحها بمنطق ليش يصير هذا الشيء راح نشرحها. اول شيء ليش هذا الشيء راح يصير؟ ببساطه احنا البيشنتس من يصير عندهم دايليتيشن معناها انا ببساطه دا يزيد عندي اي دايليتيشن، خلوها ببالكم يمكن انتم هواي منكم يعرفون هذا الشيء، الاطباء من تنطون دراج يشتغل على البريفيرال بلاد فازلز يسوي فاز دايليتيشن، شنو السايد افكت مالته تتوقعوها على الهارت؟ بالضبط راح يصير عندي شيء نسميه رفلكس تاكيكارديا اوكي. ليش؟ لان ببساطه انا ما بدوكم بهذا المصطلح لان هذه المصطلحات راح نحكيها ان شاء الله بالتفاصيل بالاوتونوميك نيرفس سيستم، نحكي عن البيتا بلوكر والفا بلوكر والتاثير مالته. بس ببساطه ليش؟ لان انا عندي من اسوي دايليتيشن معناها دا اقلل البلود بريشر، فبالتالي هاي كومبنسيتر ميكانيزم راح يزيد عندي الهارت ريت. بس احنا خلي احنا بالرينال ما ندوخ نفس المصطلحات بعدين راح نرجع نفهمها بالتفصيل. بالرينال بس خلي ببالك اي شيء يسوي دايليتيشن بالبلد فازل سواء كان افرنت او افرنت راح يزيد رينال بلازما فلو، اي شيء يسوي كونستريكشن سواء افرنت او افرنت راح يقلل الرينال بلازما فلو. وهسه هذا مثال قبل ما اجي نشرح التفاصيل اوكي. هسه هذا عندي ناطيني افرنت ارتريول كونستريكشن، اخبار رينال بلازما فلو قلانة. زين افرنت ارتريول كونستريكشن، اخبار رينال بلازما فلو قلانة اوكي. فبالتالي انتم هاي تو هسه عندكم قاعده any cause that or any situation or any case that cause was dilatation of efferent or efferent معناها بين قوسين دي يزيد عندي renal plasma flow. any case دي يصير عندي vasoconstriction سواء بالافرنت او الافرنت راح يقل عندي renal plasma flow. واضحه الفكره كمصطلح؟ واضح لحد الان؟ تمام. إذا متفقين على هذا الشيء. طيب خلينا ما دام خلصنا احنا قضية الرينال بلازما فلو وافتهمناها، خلينا نجي على الموضوع اللي هو أعقد شوية وبتفاصيل أكثر. بس باي ذا واي اللي فاهم القصة اللي حكيناها قبل شوية راح يجاوب، يعني قضية الأونكوتيك بريشر والهايدروستاتيك بريشر راح يعرف يجاوبها بسهولة. أوكي؟ أنا هسه أجين أرسم
عندي هذا الافرنس وعندي هذه البلومريولاي ببساطة، عندي هذا الافرنس وعندي اني هاي حتى ارسمها بشكل اكبر، هاي البومن كبسول او بومن سبيس، وبعدها طبعا المفروض يكمل التيوبيول. خلينا نقول وصلنا هنا لليوريتر، ليش؟ لان انا بدي احكي عن اليوريتر ليتر اون. فبالتالي احنا هاي القصه كلها عبرنا عن كل التيوبيول والماينر والميجر كاليسز والرينال بلبس، وصلنا الى اليوريتر. تمام اتفق. طيب اسالكم سؤال هنا، اذا قلت لك انه احنا بيشنتس اجاك وعنده مثلا عنده ليفر فيلير، يعني بين قوسين عنده الليبر فيلير، عنده البروتين قليل، هايبوبروتينيميا، قل عندي البلازما بروتين. فبالتالي انا اول حاله بدي اسالكم عنها، اذا قل عندي البلازما بروتين برايكم الجي اف ار راح تزيد راح تقل حسب المنطقه اللي حكيناها قبل شويه بالموضوع النت فلتريشن ريت والفورس؟ بالضبط، من يقل عندي البلازما بروتين، البلازما بروتين معناها ده يقل عندي شنو؟ ركزوا، البلازما بروتين معناها من دا احكي عن البلازما بروتين دا احكي عن اونكوتيك بريشر. بالبساطة وين بيا مكان اونكوتيك بريشر؟ بالجلوموريولاي. فبالتالي هاي الاونكوتيك بريشر with or against filtration. against filtration نتيجة لهذا، من يكون عندي البلازما بروتين أتوقع الفلتريشن راح شنو راح يزيد. أوكي واضحة طبعا هاي النقطة واضحة. فبالتالي عندي إذا قال عندي البروتين بالبلازما، أنا أحكي عن البلازما بروتين، قال عندي بروتين بالبلازما، أتوقع الفلتر الجي اف ار راح يصير الجي اف ار ببساطة راح يزيد. تمام متفقين على هذا الشيء؟ طيب زين حالة الثانية، لا افترض انا عندي زاد عندي البلازما بروتين، اخبار الجي اف ار ايش راح تتوقعون؟ بالضبط. فانا اخلي ببالي دائما البلازما بروتين هي تعتبر against filtration. اوكي فبالتالي راح يقل الجي اف ار. بالضبط هي نفس الشيء، الفكرة الأساسية أنا يعني من دا أقول زاد البروتين معناها تخيل أنا عندي هاي اليونت مثل ما حكينا هاي الباودر بالمثال، فهي دا تسحب ووتر، فبالتالي ما تخلي يصير عندي فلتريشن هواي، هي هاي الفكرة الأساسية. إذا إحنا قضية البلازما بروتين متفقين عليها. طيب تأثير البلازما بروتين هسا أنتم بذكائكم، البلازما بروتين إيش راح تسوي لي بالأفرنت والإفرنت أرتريول؟ أقصد بين قوسين بالرينال بلازما فلو راح تأثر له لا؟ بالضبط، ما دام اني ما يصير عندي فاز دايليتيشن ولا فاز كونستكشن معناها ما لها علاقه والرينال بلازما فلو ما راح تاثر. فبالتالي الحاله الاولى هذه اللي قل عندي البلازما بروتين، اخبار الفلتريشن فراكشن شنو اخباره؟ بالضبط زاد عندي جي اف ار وبقى الرينال بلازما فلو نفس الشيء، فلتريشن فراكشن اتوقع راح يزيد. عاشتيكم. بالمقابل بالكيس الثاني من زاد عندي البلازما بروتين شنو الجي اف ار؟ قل، اخبار رينال بلازما فلو بقت نفسه. طيب الفلتريشن فراكشن، فلتريشن فراكشن راح يقل. عاش تيكم. تمام لحد الان هاي الحالتين واضحه ما عندنا مشكله بيها، عرفنا شلون نعرف مالت الجي اف ار، شلون نحسب الرينال بلازما فلو، شلون نحسب الفلتريشن فراكشن. طيب اسالكم انتم هسه بذكائكم المعتاد راح اعطيكم مثال وانتم تجاوبون يا باي ذا واي. اجا بيشنت خطير مثلا عنده رينال ستون، والرينال ستون كانت موجوده انت سويت له مثلا بالاكس راي شفتها راديوبيك ستون بس ما قدرت تحددها مكانها، بس مبينه اكو موجوده بالاكس راي بالكي يو بي بالتحديد اللي تسوي، شفت انه انت اكو ستون ودزيته على الترا ساوند، قال لك غالبا هاي الالترا ساوند موجود مسويه هايدرونفوسس دايليتيشن بالرينال بلبس. فبالتالي هنا سؤال patient with urethral obstruction سواء stone سواء malignancy ايا كان الاندرلاين كوز، اسالكم urethral obstruction يعني عندي obstruction باليوريتر، هذا يعتبر الفورس برايكم راح يزيد يا فورس انتم قبل الجي اف ار؟ ما اريد تقولوا لي ايش راح يسوي بالجي اف ار، اريد تقولوا لي يا فورس راح يزيد بالتحديد حتى نشوف احنا فاهمينها زين ولا لا. بالضبط هو معناها
دي يزيد الفورس مال بروتين لو مال فلويد. هنا راح اسال بالضبط مال فلويد معناها هيدروستاتيك بريشر. طيب هيدروستاتيك بريشر بيا مكان بالتحديد اكثر شيء بالضبط عاشتيتكم معناها راح يزيد عندي الهيدروستاتيك بريشر بالباومان سبيس. فبالتالي من عندي يوريترال اوبستراكشن اوكي هاي الحاله الثالثه بدنا نحكي عن يوريترال اوبستراكشن او اي كان اوبستراكشن حتى لو ديستال اوكي معناها شنو عندي معناها عندي راح يزيد الهيدروستاتيك بريشر بالباومان سبيس اوكي وباومان كبسول. طيب اخبار الجي اف ار برايكم عاشتيتكم راح تقلل الجي اف ار. اخبار رينال بلازما فلو ان افكتد عاشتيتكم نو تشينج نورمال بالضبط. طيب اخبار الفلتريشن فراكشن هنا ايش راح يصير بالضبط راح تقلل فلتريشن فراكشن عاشتيتكم. نرجع على الموجود حتى نشوف نقراها وحده وحده. اول شيء قال عندي الحالة الأولى عندي زيادة بلازما بروتين كونستريشن قل الجي اف ار معناها شنو قل الجي اف ار ليش اكتب تقدر تكتب انه due to increase in oncotic pressure بالglomerular capillary تقدر تزيد تضيفه اوكي تمام. بالمقابل رينال بلازما فلو راح يتأثر بها شيء راح يتأثر بالنتيجة الفلتريشن فراكشن اللي هو عبارة عن جي اف ار على الرينال بلازما فلو تشوفه احنا قل ببساطة. طيب الحالة هنا الثانية هذه حتى تكون واضحة واحد كل واحد يعرف احنا وين بدنا نحكي. هاي الحالة الثانية عندي قل بلازما بروتين كونستريشن معناها شنو معناها ايش راح يصير عندي ببساطة معناها قل عندي لونكوتيك بريشر بالجلوميرولار كابيلاري معناها شنو زاد عندي الجي اف ار رينال بلازما فلو نوت افكتد في الفلتريشن فراكشن زاد. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اللي حكينا عنها هي هذه constriction of ureter قلنا معناها شنو صار عندي increase hydrostatic pressure بالباومان سبيس او باومان كبسول اوكي نتيجة لهذا راح هذا against filtration فراح يقل الجي اف ار renal plasma flow not affected المحصلة راح يقل عندي الفلتريشن فراكشن. واضحة لحد الان اطباء اكو سؤال اكو مشكلة قولي حتى نناقشها على امور تمام حتى نكمل بالكيسين اللي بقت عندنا اوكي. تمام اذا هسه راح ناخذ حالتين وهاي الحالتين صراحه اريد تركزون عليها اللي راح يركز وبس يفكر شويه راح ينطينا رايه وراح يجاوب صح اوكي. فبتعال ركز انا هسه عندي اجين دكتورة ليش احنا هذا الوعاء بس كمثال انه الباودر وتأثيره احنا من دا نحكي عن فلتريشن يعني هذا من حكينا المثال انه هذا الوتر بيصير بيه عبارة عن نحكي عن قضية فلتريشن الرينال بلازما فلو البلد فازلز يعتمد عادة على الباز دالتيشن وعلى الباز كونستريكشن اوف بلد فازلز. احنا راح نرجع عن قضية الرينال بلد فلو نشرحها بتفاصيل ان شاء الله قلت لكم قدر الامكان اذا مو هسه على الجزء الاول على الجزء الثاني من المحاضرة. بس الفكرة الأساسية إحنا دائماً أخلي ببالي هذا المصطلح إنه الأشياء لو أي شيء ما يأثر على خلينا نقول على tone of blood vessels سواء vasal constriction vasal dilation ما راح يأثر على renal plasma flow at all. إحنا البروتين ده يأثر لي just على filtration ده نحكي هذا الفلود اللي ده نحكي عنه ده هذا الفلتر لود أوكي ما ده نحكي عن renal plasma flow ما له علاقة أوكي واضحة الفكرة. وراح ناخذ ان شاء الله مثال على رينال بلد فلو شنو اللي ياثر عليه اوكي تمام. فبالتالي خلي ببالك جاست انه قضيه الديهايدريشن طبعا لها كومبستر ميكانيزم راح نشوفها ونحكيها ليش ده ياثر على الرينال بلازما فلو باي ذا واي. بس بصوره عامه دا احكي انه ما دام ماكو فاز دايليتيشن اور كونستريكشن بالافرنت اور افرنت خلي ببالك انه الرينال بلازما فلو دائما نعتبرها كونستانت ما متغيره اوكي. اجين احنا نرسم القصه مالتنا عندي افرنت وعندي افرنت وعندي هاي جلوميرولاي وعندي طبعا باومان كبسول واكمل هاي التيوبول بتفاصيله. طيب هنا احنا تكلمنا بتفاصيل وحكينا خلينا نحكي عن موضوع مهم
احنا اذا قلنا خلينا نحكي اربع امثله ناخذها حتى تكون واضحه. اوكي، مثال الاول اللي راح ناخذه ونشرحه بالتفاصيل. اوكي، اولا طبعا هي مو كلها موجوده بس خلينا نبقيها مكان حتى تكون اوضح. هذه الحالة الأولى هنا راح ناخذها، الحالة الثانية هنا، الحالة الثالثة هنا، والحالة الرابعة. أول حالة راح أخذها وراح أسألكم بها سؤال هنا، إذا كان عندي vasodilation بالأفرنس أرتريول، أوكي؟ يعني هذا الأرتريول بدل ما هو هلقد صار زاد، صار بي، أو خليني أضعها بشكل نقاط حتى يكون واضح، التغيير صار عندي هذا. Vasodilation of afferent arteriole. شنو أخبار renal plasma flow؟ أول سؤال نسأله. بالضبط، أي vasodilation مباشرة بدون ما أفكر أقول increase in renal plasma flow. متفقين؟ طيب سؤال، أنا راح أعطيكم مثال. خلينا نقول شلون مثال أوضح مثال لكم. افترض أنت عندك كونتينر مثلا اي مثال تحبون الفيميل على قضيه شو اسمه غسل المواعين، او مثلا عندك مسبح مثلا واحد راح يسبح بمسبح. اوكي، عندك انت جزء بيجيب مي لهذا المسبح، صح ولا لا؟ اكو بالمقابل انت هذا الكونتينر اللي بيه هذا الووتر، وبالمقابل اكو جزء بيصير بيه تصريف، صح ولا لا؟ انت الجي اف ار اعتبره هو الكونتنت الموجود بالمسبح، اي شيء يزود لك هذا الكونتنت اعتبر راح يزيد الجي اف ار. اوكي، يعني بين قوسين قضيه الفاز دايليتيشن والفاز كونستريكشن، ركزوا على هذا المصطلح لان كلش مهم حتى تفهمون. من اقول احنا قضيه الرينال بلازما فلو فضيناها، فاز دايليتيشن انكريز، فاز كونستريكشن ديكريز، وخلصت القصه. فبالتالي لحد هذا المثال لا تخلوا على الرينال بلازما فلو، قصه ثانيه، خلوه ركزوا على الجي اف ار. حد اسالكم هسه انا اذا عندي مثلا هذا كونتينر ايا كان، مسبح، ماعون، ايا كان عندكم، وعندي بالمقابل هنا دا اجيب له مي، اوكي، وهنا مثلا عندي تصريف له بالمي، من ازيد هذا اللي يجي المي لهنا برايكم دا ازيد هذا، اخبار الكونتنت مال هذا دا يزيد لو دا يقل؟ في حال هذا طبعا بقى نفسه ما تاثر التصريف مالته. بالضبط، معناها دا يزيد. فبالتالي من اسوي vasodilation بالافرنت ارتريول اتوقع الجي اف ار راح يزيد، وهذا المصطلح. اوكي، واضحه الفكره؟ تمام، بس دقيقه هاي مشكله بالدقيقه اطباء. تمام، هسه اوكي، واضحه؟ تمام. فبالتالي نتيجه لهذا الشيء طبعا قضيه انه ايش راح يصير بالفلتريشن فراكشن راح يكون فيها مينيمال تشينج، رغم انه هي عاده يعني ما نركز عليها. ليش؟ لان اثنين زادت فالفلتريشن فراكشن يكون عاده مينيمال تشينج. واضحه الفكره يا حدا؟ متفقين على هذا المصطلح؟ اول شيء الباز دايليتيشن اوف افرنت ارتريول. تمام، خلنا ناخذ هنا المثال الاول افتهمناه ووضحت القصه. طيب المثال الثاني اللي راح صراحه هم عاده ما يركزون على الفازو دايليتيشن اوف افرنت، بس مع هذا هم خلينا ناخذه. افترض عندي فاز دايليتيشن اوف افرنت ارتريول، الرينال بلازما فلو برايكم شنو اخبارها؟ بالضبط، ما دام اكو فاز دايليتيشن راح يزيد. متفقين؟ طيب الجي اف ار شنو اخبار؟ بالضبط، انا كانه بين قوسين دا ازيد شو اسمه التصريف مالتي، يعني بين قوسين كانه سويت دايليتيشن بهذا الشيء. اوكي، فبالتالي راح تقل. فالفلتريشن فراكشن شنو اخباره؟ الجي اف ار بالضبط، الجي اف ار دا تقل والرينال بلازما فلو دا تزيد، فبالتالي المفروض هو يقل ببساطه. واضحه الفكره؟
تمام. طبعا على فكره هاي الكيسين اذا ما تركزون عليها وتعوفوها ما عندي مشكله، لا صراحه حتى بالكتب ما يشرحون عليها وعارف فيها اوكي، بس انا بس وضحتها حتى ناخذ فكره. هسه راح نركز على الشغلات اللي مهمه صراحه واللي تشوفوها دائما بالكتب. هسه راح نجي نحكي على اللي دائما يركزون عليها، قضيه الفازو كونستركشن اوكي. بس انا هاي تقصد شرحت لكم اياها حتى تكون واضحه وتفهموها. طيب نيجي على المهم صراحة واللي انت دائما ممكن تنسأل عنه، اللي هي قضية اذا سويت فازو كونستريكشن بالافرنت ارتريول. سؤال، فازو كونستريكشن بالافرنت ارتريول برأيكم الشخص انتو ايش راح يصير عندي تشينج؟ اخبار الجي اف ار او قبلها اخبار رينال بلازما فلو؟ رينال بلازما فلو راح تقل فازو كونستريكشن. اني هنا طيب اني هذا هنا المثال ما دام بدنا نحكي، افترض هنا عندي طبعا احنا كانه دا شنو، لا لا قبلها دا احكي لكم جي اف اي ايش تتوقعون يصير بي تشينج؟ بالضبط انت لا تدوخون نفسك، بس اسال نفسك خلي ببالك هذا الكونتينر اوكي، وانا دا اجيب هنا ووتر ودا هنا دا يطلع الووتر. افترض هذا قللته، الكونتنت مال الكونتينر اعتبرها هي عباره عن الجي اف ار، فبالتالي من اقلل هذا الجي اف ار هنا راح يقل وراح يزيد. سؤال، بالضبط راح يقل. فلتريشن فراكشن شنو اخبارها؟ قليل على قليل، فبالتالي احنا نعتبرها مينيمال تشينج، من نعتبرها كانه ما تغيرت. واضح هذا المصطلح لحد الان؟ يعني انا بس اي شغله واحده، يعني هيك سؤال بس خلي ببالك شغله واحده، انه اي شيء من تريد تحسب رينال بلازما فلو شوف دي يصير عندي فاز دايليتيشن لو فاز كونستركشن، ومن خلالها تقدر تحسبه وما تفكر لحظه. من تريد تحسب الجي اف ار ارسم ببالك هذا الكونتينر والانبوت والاوتبوت مالته وارسمه، ما راح تغلط به مطلقا. طيب انا اريد هسه واحد من عندكم يركز، منو يتبرع نسال هنا؟ بقى عندي الافرنس فازو كونستركشن، وانا هذا عندي اعتبره هذا الجي اف ار اوكي. دكتور اسماعيل هو يتبرع راح نساله، وهذا الكونتنت دا يجيني من هنا، وانا هنا دا اسوي المفروض شو اسمه درينج. سويت هنا فازو كونستركشن، يعني بين قوسين حاليا هذا اللي صار بي هذا مالته بدل مكان. برايك دكتور اول شيء اخبار رينال بلازما فلو شنو اخبارها؟ بالضبط ما دام اكو فاز كونستركشن فاني بدون ما افكر قلت الرينال بلازما فلو. طيب هنا بهذا المثال الجي اف ار الكونتنت مال كونتينر هذا اخبارها تزيد تقل؟ بالضبط الجي اف ار اتوقعها راح تزيد، بالتالي فلتريشن فراكشن اتوقع شنو؟ زياده على قليل اتوقع راح يزيد. تمام، وهذا اللي موجود طبعا بالمثال اللي عندنا اوكي. اول مثالين قدامكم افرنت ارتريول كونستركشن بدون ما افكر رينال بلازما فلو راح تقل لان عندي باز كونستركشن. طيب الجي اف ار انا اتخيل كاني عندكم كونتينر هذا بيجي الافرنت بيقل، فبالتالي الجي اف ار راح تقل بالنهايه قليل على قليل مينيمال تشينج. تمام، افرنت ارتريول كونستركشن اخبار رينال بلازما فلو بدون ما افكر فاز كونستركشن راح تقل. طيب الافرنت ارتريول كونستركشن اخبار الجي اف ار انا دا اتخيل هذا الاوتبوت اللي دا يطلع من الكونتينر مالتي قل، فاتوقع الكونتنت مال الكونتينر راح تزيد ببساطه، فبالتالي الجي اف ار راح تزيد وبالنتيجه الفلتريشن فراكشن راح يزيد. دا تشوفون لحد الان هاي خمس امثله قبل ما انتقل على الديهايدريشن، واضحه لحد الان؟ افتهمتوها بهذا المصطلح؟ بس مجرد اخلي ببالي رينال بلازما فلو افكر بالتون اوف بلاد فازلز، الجي اف ار اخلي ببالي بس مجرد انا عندي كونتينر واحسب هذا المنطق اللي احسبه اوكي، احسب قضيه حتى لو مثلا على الهايدروستاتيك بريشر احسبه شلون، بس اخلي ببالي هذا الشيء راح ما تنساه، والانكواتيك بريشر هاي راح تجاوبها كلها اوكي. فمجرد بس ضروري انه واحد يركز ويعرف يجاوب.
طيب آخر كيس عندنا الديهايدريشن. طبعاً الديهايدريشن حتى تكونون واضحة. إحنا عادةً الديهايدريشن واحدة من ال... حتى البيشنت إذا كان مو جاست ديهايدريشن اعتبره بيشنت دخل بهيموراجيك شوك. دائماً إيش راح يصير كديهايدريشن أو أي هايبوفوليميك ستيت؟ إيش راح يصير كومبنساتوري ميكانيزم؟ البريفرال بلاد فاسلز راح يصير بيها فاز دايليتيشن لو فاز كونستريكشن. بالضبط احنا بصوره عامه كل شوك راح يصير بيها فاز كونستريكشن باستثناء حاله واحده اللي هي طبعا اكثر حاله يصير بيها بريفرال فاز دايليتيشن هي قضيه السبتيك شوك طبعا، بس هذا مو موضوعنا. فبالتالي احنا بدنا نحكي عن ديهايدريشن هايبوفوليميا. اذا اتوقع نتيجه لهذا الرينال بلازما فلو معناها شنو؟ راح تقل. اوكي الجي اف ار ببساطه انت صار فاز كونستريكشن، فبالتالي نتيجة لهذا الجي اف ار ايضا راح يقل. ليش؟ لان راح يقل الدليفري للكدني، بس المقابل الرينال بلازما فلو الفاز كونستريكشن يكون هو مور دوميننت على الديهايدريشن. فبالتالي دائما ممكن تسمع انه زيادة الفلتريشن فراكشن. ليش؟ لان انا عندي مو بسبب زيادة، هو بالحقيقة قلة الجي اف ار. اوكي سوري الجي اف ار كلش قل، بس صح الجي اف ار قل، بس بالمقابل الرينال بلازما فلو صار بيه قل بعد اكثر. فالتالي نتيجة لهذا ممكن نشوف انه يقول لك الفلتريشن فراكشن بالديهايدريشن بيزيد. الحقيقة هو مو زيادة حقيقية بقدر ما هو انه انا السبب عندي رينال بلازما فلو بسبب السيفير فاز كونستريكشن قلل لي عندي رينال بلازما فلو، فبالتالي قل الرينال بلازما فلو وقلل الجي اف ار. بس قلة الجي اف ار تعتبر اقل، يعني نسبة انخفاض الجي اف ار اقل من نسبة انخفاض الرينال بلازما فلو، فيقول لك لهذا الفلتريشن فراكشن ممكن نشوفه زايد. هاي الفكرة الأساسية. اوكي واضح لحد الآن الموضوع؟ تمام. طبعا اكو اشياء يمكن قارين عندكم، اللي قارين مثلا يمكن ديفيدسون ما ذاكرها، بس مثلا قارين ستيب اوت ميديسن او كتب معينة يحكي لك انه شلون تفرق عن البري رينال والانترنسيك او انترا رينال والبوست رينال رينال انجري. شلون تحسب انه انت؟ وهذا طبعا يحسبوها عن طريق عده عوامل، واحده منها اعتقد سامعيها يسموها فانكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. سامعين هذا المصطلح؟ انه تقدر من خلال تعرف انه هذا بري رينال رينال فيلير، انترا رينال او انترنسيك، واكو بوست رينال. طبعا احنا راح نرجع نشرح ان شاء الله ليتر اون بالباثولوجي، راح نشرح رينال فيلير ونعرف شلون نميز بيناتها. طبعا هو اسم رينال فيلير تغير صار رينال انجري. اوكي بس بكل الاحوال اكو شيء يسموه فانكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. طبعا هاي ما تدخلون نفسكم به، بس هو عباره عن فانكشنال اكسكريشن. فبالتالي هو من اسمه اكسكريشن يحسب الصوديوم اكسكريشن ريت على الصوديوم فلتريشن. والصوديوم اكسكريشن احنا مثل ما قلنا عباره عن اكسكريشن يورينري كونستريكشن في اليورينري فلو، والفلتريشن جي اف ار في بلازما كونستريكشن، ويحسبها ويعوض ويحسب بيها. طبعا هذه المعادلات مو مهمه، مو قصدي اخر معادله قبلها مهمات كلها طبعا، بس هذه المعادله مو مهمه طبعا وما راح نسال عنها، بس مجرد مصطلح الفانكشنال اكسكريشن اوف صوديوم يهمني. ليش؟ لان له ابلكيشن هوايه بعدين ان شاء الله راح نمر عليها من نحكي عن الرينال انجري. هاي النقطه الاساسيه اللي بدنا نعرفها. تمام متفقين؟ طبعا هاي الصوره ايضا عندكم نفس الصوره كنا نشرح عليها. عندي افرنس وعندي افرنس وعندي جلوميرولار كابيلاري. الفلتر لود مثل ما عرفنا هو عباره عن بلازما كونستريشن في جي اف ار. الاكسكريشن ريت مثل ما عرفنا هو عباره عن يورينري كونستريشن باي يورينري فلو. عندنا ريابزوربشن وعندنا سكريشن وتفاصيله. هاي الصوره اللي قدامكم صراحه انا افضل لا تطلعون عليها، بس انا جبتها مصدر لان موجوده باليو وورد. اوكي ممكن تشوفوها، بس صراحه اكو صوره ادق منها واصح من عندها. راح تشوفون اكو اختلاف بين هاي الصوره والصوره اللي بعدها راح نشوفها، بس انا خليتها لان موجوده باليو وورد. خاف واحد من عندكم يقرا الشرح ويشوفها موجوده ويتساءل، بس الاصح الصوره اللي بعدها راح هسه نشوفها ونعرفها. تمام فهاي الصوره اللي تركزون عليها عفوها، بس في حاله واحد قرا يو وورد خاف يتساءل هاي شنو القصه وما اعرف شنو، هاي واحد بس الفكره الاساسيه انه لا تركزون عليها. طبعا اكو ملاحظه هنا يقول لك انه البارا امين وهيبيوريك اسيد اللي احنا استخدمناه شنو بقياس الرينال بلازما فلو، انه هو عاده السكريشن مالته وين يصير؟ يصير بالبروكسيمال تيوبول. احنا مو قلنا جزء منه عاده
يصير بي فلتريشن اوكي هذا جزء من عندي يصير بي فلتريشن باي ذا جلوميرولار والجزء الباقي عاده يصير بي سكريشن بالبروكسيمال تيوب وال نتيجه لهذا طبعا انتم برايكم هذا اذا هسه راح هاي الصوره قدامكم حتى تكون واضحه اني هسه مثلا حتى اشوف التيوبول اوضح عندي الصوره يمكن التيوبول اوكي هاي الصوره قدامكم بالتيوبول اوكي راح اعطيكم مثال ولا انتم تعطوني بارا امايم هيدروك اسيد تتوقعون الكونسنتريشن مالته اقل شيء وين هسه اعطيكم مثال اذا قلت لك انه انا عندي هذا مثلا الجلوميرولاي هنا وهاي مثلا افترض هذا باومان الكبسول كبساطه قلت لك انه هذا اجى من البلد فازلز هاي من الافرنت من الافرنت وراح يكمل وياها اوكي واضحه جزء من عنده خلينا نقول جزء قليل طبعا مو كله خلينا نقول مثلا 30% اذا قلنا عندي مثلا 100 يونتس اوكي 30% صار بي فلتريشن هنا وراها 70% مثلا طبعا هاي نسبه مو حقيقيه بس مثال صار بي سكريشن بالبروكسيمال كونفلوتد تيوبيول اوكي واحنا عرفنا انه هو تقريبا توتالي ما بين فلتريشن وسكريشن اسالكم سؤال على طول التيوبيول هسه هنا هذه طول التيوبيول كلها بيا مكان رايكم راح يكون البارا اماني هيدروك اسيد هو المينيمال كونستريشن انتم برايكم بالضبط هنا راح يصير معناها 70 ويا 30 راح يصير 100 طبعا راح تختلف من مكان لمكان بس القصد معناها هنا انا بالبدايه نتفق اذا كلكم كتبتوا نتفق انه بالباومان كبسول والجلوميرولاي هو يعتبر هو المينيمال كونستريشن صح لان بس 30% بالتحديد بالجلوميرولاي صار بي فلتريشن فهي هاي الملاحظه اللي ذاكر لكم اياها خاف تقوى ليش انا ذكرت هنا ان نخاف واحد يقرا حتى يفهمها انه البارا امين هيدروك اسيد انه السكريشن هو يصير عنده ميلي بالبروكسيمال تيوبول ومينيمال اماونت ممكن يصير بيها فلتريشن باي جلوميرولاي فبالتالي باعتبار هو يبقى ما يصير بي ريابزوربشن فبالتالي اتوقع هو اقل كونستريشن مالته وين راح القاه بالباومان سبيس اوكي واضحه الفكره هاي الفكره شنو؟ ننتقل على اخر صوره وبعدها ناخذ بريك وراها نكمل نرجع نكمل المحاضره. شايفين هاي الصوره اللي قدامكم؟ هاي الصوره كلش مهمه صراحه. واعتقد هواي من عندكم يفتهموها بتفاصيلها بس مجرد يباوعون عليها راح يفتهمون. السؤال هنا حتى ما واحد يدوخ روحه. اول ماده برايكم بغض النظر اوكي هي اسمها موجوده بس اي شنو الصفه المميزه؟ طبعا هذا الخط اللي هو خلينا نقول هذا النقاط هو يقصد به هذا الباث مال سبستانس اوكي فبرايكم الاي شنو هاي سبستانس عندي بالضبط هاي السبستانس اللي ما يصير بها فلتريشن واشهر ماده ما يصير بها فلتريشن هي البروتين البروتين بالحاله الطبيعيه ما يصير بها فلتريشن يجي ما يصير بها فلتريشن ويكمل ويرجع على البلد فاسلز فبالتالي احنا هاي افتهمنا بالضبط ار بي سي هم نقدر نعتبرها ايا كان هواي سبستانس ما يصير بها فلتريشن فنقدر نعتبرها تمام عاش فيكم طيب المادة الثانية تشوفوها ايش يصير بها هاي؟ بالضبط يصير بها الفلتريشن بس وضوت ريابسوربشن او سكريشن اشهر مادة اللي قلنا الميزة المهمة ها شنو هاي اللي جست بها يصير بها فلتريشن نستفيد منها بحساب الجي اف ار شنو هي؟ بالضبط الانيولين الانيولين قلنا نوت سكريتد نور ريابسوربد فبالتالي هذا الانيولين هو بالضبط عاش تيدكم طيب نشوف الماده مثلا قبل ما نكمل هاي نروح على الماده رقم 5 ايش تصير بماده رقم 5 هاي او اي على حرف اي جزء من عندها نشوف يصير بي فلتريشن واكو جزء ده يصير بي سكريشن اوكي هاي الماده شنو اللي قلنا اشهر ماده وحكينا عنها بالضبط البارا امينو هيدروك اسيد اللي استخدمناه بقياس الرينال بلازما فلو وهذه قدامكم بالمقابل اذا نروح على ماده بالاخير شفناها انه هي تقريبا دي يصير بها فلتريشن ومينيمال اماونت دي يصير بها سكريشن يعني تباوع على البي والاف متشابهات بس فرق وحيد انه هاي الماده دي يصير بها شويه سكريشن هذا حكينا عن شنو حكينا عن الكرياتينين مو حكينا عن هذا الشيء لهذا تشوفون ليش استخدمناه بقياس الجي اف ار هو يشبه الانيولين بس الفرق انه دي يصير عندي amount small amount of secretion هاي النقطة الأساسية طبعا اكو مواد حتى تكون واضحة
ونكمل الشرح مالته. اكو مواد طبعا المفروض ما نشوفها باليورين، يعني بين قوسين يصير بيها complete reabsorption، يصح بيها يصير بيها filtration بالجلومرولات، بس عادة يصير بيها complete reabsorption. اشهر مادة طبعا هي شنو؟ الجلوكوز. الجلوكوز طبعا باستثناء بالبريجنانسي طبعا اكو هاي واحد ممكن يشوف الجلوكوز يورا يعتبر normal finding، بس الجلوكوز بالnormal person، البيرسون اللي الجلوكوز مو عالي عنده، يعني مثلا اي واحد مو ديابتك الجلوكوز مالته اقل من 200 وكتب اقل من 180، هذا المفروض عاده ما تشوف باليورين جلوكوز. ليش؟ لان عاده حتى اذا صعد يصير بي كومبليتلي ابزوربشن، اوكي، لكن اكو حالات معينه لا ممكن يصير جلوكوز باليورين. بس بصوره عامه احنا بدنا نحكي عن نورمال بيرسون، على الهيلثي بيشنت، على الهيلثي بيرسون الاساس اللي تعرفه انه الجلوكوز عاده يصير بي كومبليتلي ابزوربشن، حتى اذا صار بي فلتريشن يصير بي كومبليتلي ريابزوربشن، والبايكربونات نفس الشيء. بالمقابل اكو سبستانس يصير بيها فلتريشن ويصير بيها جزء ريابزوربشن وجزء بي يصير بي اكسكريشن، يعني مثالها الصوديوم، البوتاسيوم، اليوريا، هاي ممكن نشوفها عادي باليورين، اوكي، بس هي الغالبيه العظمى مالتها يصير بيها ريابزوربشن، اكو جزء من عنده يصير بي اكسكريشن. طبعا هاي الامثله راح تفتهموها اكثر راح نحكي بالمحاضره القادمه. المحاضره ما راح نحكي، راح نحكي على النفرون ترانسبورت فيزيولوجي ونشرحها ايش يصير بالبروكسيمال وبالديستال وباللوب وبالكولكتندكت وتفاصيل معينه ان شاء الله بالمحاضره الجايه راح نحكيها. بس لحد الان واضح هذه النقطه الاساسيه، انه اذا جاب لك صوره معينه او اجى حكى لك عن انيولين وقال لك يا وحده تختار، يعني توقع انت ممكن يجيب لك، وممكن راح تشوفون باليورد هيك اسئله يجيب لك جراف، مو شرط على هذا الموضوع، يجيب لك مثلا فد 6 أو 7 أو 5 جراف او دايجرام بالاختيارات، اختيار اي هذا الدايجرام او بي هذا الدايجرام او هذا الجراف، ويقول لك اياه ويجيب لك كيس سيناريو ينتظر منك انت تختار. فبالتالي تستبعد ممكن بامتحانك يجيب لك كيس انه اكو ماده استخدمناها بقياس الرينال بلازما فلو، يقصد بها البارا امين هيدروك اسيد، تتوقع الترانسبورت مالتها بالكدني راح يكون مثل ياش فيجر، يحط لك فيجر اي وبي وسي ودي واي، ويقول انت انتظر منك تختار، فانت مباشره تختار اي، اوكي. فبالتالي تتوقع هيك اسئله. ممكن بالعكس لا، يجيب لك كيس سيناريو وانت ما تفهم الكيس عن شنو بده يحكي، واجا خلى لك مثلا الفيجر دي وقال لك هذا الماده، مثلا قال لك احنا سوينا تجربه على ماده وشفنا انه الترانسبورت مالتها بالكدني يشبه الفيجر موجود بهاي بالصوره كذا، وحط لك هذا الفيجر بالسؤال. تتوقع هاي الماده بها كرايتيريا تشبه يا ماده، فانتظرك تعرف انه هي تشبه الجلوكوز او بايكربونات، واضحه الفكره؟ هي تتوقع الاسئله، ممكن السؤال يعني بكل احوال انت فاهمه راح تجاوبه مهما كان. طيب هذا المثال قدامكم، منو يقدر يحل او قبل بدون ما يباوع على هذه الاختيارات او الجواب مالته؟ عفوا هذا الجواب ما علينا، اوكي. اول شيء خلينا نناقش سويه، اخذ المعطيات الموجوده عندي. عندي بيشنت وذ دايابيتيك بيشنت جي اف ار مالته كانت 120، فهو مشكور حسب ان الجي اف ار من عنده ما ندوخ نفسنا، اوكي. البلازما جلوكوز كونستريشن ايش قد؟ بلازما جلوكوز 400. يورينال جلوكوز ايش قد؟ يورينال جلوكوز كانت 2500، اوكي. واليورينال فلوريت ايش قد؟ كان عندي عباره عن 4. اجى حسب لي الري ابزوربشن ريت. الري ابزوربشن شنو قلنا تعريف الري ابزوربشن؟ شلون نحسب الري ابزوربشن؟ ببساطه الري ابزوربشن مثل ما مرينا عليه، مثل عاشتيدكم، هو عباره عن احسب شنو؟ عباره عن بالضبط ابدا احسب الري ابزوربشن ببساطه. من اقول ري ابزوربشن معناها اتوقع ايش بيصير عندي ببساطه؟ بيصير عندي انه انا عباره عن فلتريشن ناقص اكسكريشن، لان بيصير عندي ري ابزوربشن، صح لو لا؟ طيب الفلتريشن هنا شلون راح احسبه؟ الفلتر لود ببساطه عباره مثل ما قلنا فلتريشن جي اف ار في بلازما كونستريشن، صح لو لا؟ الجي اف ار ايش قد عندي؟ هو ناطيني اياه 120، بلازما كونستريشن ايش قد؟ 400.
فبالتالي 120 في 400 هو خليك الجواب 480 ملي جرام. ليش؟ لان هو مغير الوحدات طبعا هنا. اوكي، لان هنا طبعا القياس لازم هنا ملي جرام بير ديسيليتر، وهنا محولها بغير الوحدات، ماكو مشكله. فبالتالي انت النقطه الاساسيه تركز عليها وتفهمها هذا الشيء. اوكي تمام. هنا الاكسكريشن ريت، احنا مثل ما عرفنا الاكسكريشن ريت شلون احسبه على اليورين. القصه ما بي احسب اليورينري فلو في اليورينري كونستريشن. الفلو ايش قد عندي؟ 4 هو قايل لي. طيب بالمقابل اليورينري كونستريشن ايش قد؟ 2500. اوكي، بالتالي هم والله اتوقع هاي ها محولها كلها على الملي جرام. اوكي محولها، لان هنا هذا بدي سيليتر وهاي ملي ليتر، فمحول هاي وحدات، يعني فرق وحدات، يعني مو فرق قصه. اوكي، بالتالي حسب لك اياها وتحسب النقص. طبعا انت لازم تركز على هيك شيء على الوحدات. يعني انا اسهل شيء واحد ما يغلط بالوحدات انه شلون هذا المثال تنزل الوحده وياك بالحساب، بحيث انت تختصرها الوحده مثل ما تختصر الرقم وتعدلها. هاي اسهل طريقه بدون ما تحتسبها من البدايه وتعدل. مثلا انت عندك مثلا اور ومينتس، بس مباشره تعوض انت من يمك هاي الاور احولها على 60 صارت مينتس، واحولها هيك واحسب. هاي الطريقه احسن شيء حتى واحد ما يغلط. اوكي، هنا الفرق انه هو محول المل، وهنا المليليتر وديسيليتر، هاي الفرق الاساس. اوكي تمام، لحد الان واضح يا اطباء؟ اكو سؤال؟ الامور اوكي؟ تريدون بريك هسه لو ناخذ نشرح موضوع من وراها ناخذ بريك براحتكم.